موضوع اليوم في ملف النقاش خصصناه عن بؤر التوتر. يسعدني أن أستضيف عبر الهاتف بالدكتور سامر إلياس من الدنمارك. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا دكتور. بما أننا نتحدث عن بؤر التوتر، هناك من النزاعات التي لازالت تستمر بالرغم من قدامها، على نأخذ مثال عن القضية الفلسطينية. نعم، مادلين أولبرايت كانت من أهم أعداء، ربما ذكرته، من أهم أعداء الشعب الفلسطيني ومن المجموعة الأكثر تشددا في التعامل مع الفلسطينيين، إضافة إلى تعاملها مع قضية العراق. الموضوع الفلسطيني هو بؤرة مفتوحة ربما منذ عام 1948 وأبكر من ذلك، عندما بدأت الهجرات الأولى لليهود إلى فلسطين. للأسف حتى الآن المجتمع الدولي لا يقدم ما يكفي من أجل إنهاء هذه القضية وتحقيق القرارات التوافق الدولي المقرة بضرورة قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 بأقل تقدير، وعودة اللاجئين الفلسطينيين. كل هذه القضايا والقرارات الدولية للأسف اليوم هي لا تطبق، نظرا لعدم وجود روافع ربما فلسطينية داخلية، ربما أيضا لعدم وجود دعم دولي لتنفيذ هذه القرارات وآليات واضحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية ذات الصلة بهذا الموضوع. سيدي الدكتور، كذلك على غرار القضية الفلسطينية التي تقارب حوالي الآن 80 عاما من هذا النزاع، هناك كذلك حروب شهدتها أو شهدها العالم، يمكن القول أنها باتت حروب منسية. هناك الكثير من النزاعات غير المعروفة التي لم تأخذ صداها على غرار بعض النزاعات التي يتداولها الإعلام العالمي. نعم، يعني هناك نزاعات كثيرة حتى في منطقتنا العربية. للأسف بعد أحداث الربيع العربي هناك أشياء حدثت وخسائر بشرية كبيرة حتى الآن لا يسلط الضوء عليها في هذا الإطار بشكل جيد، ولا يسعى العالم من أجل إيجاد حلول منطقية لهذا الموضوع. هناك أزمات تطفو إلى السطح في آسيا وفي إفريقيا وفي أماكن أخرى. نحن شاهدنا مثلا موضوع المجازر التي ارتكبت بحق رونيجا في السنوات الأخيرة، وطريقة التعامل الدولي مع هذه القضية الذي كان مخجلا ضمن أدنى وسط ممكن أن يشار إليه. هناك قضايا تتعلق بالصحراء الغربية وعدم حسم هذا الموضوع حتى الآن، وإيجاد آلية لتسوية سلمية تضمن حقوق شعب هذه المنطقة، وقضايا كثيرة. للأسف النزاعات نذكر مثل النزاع في كشمير، كذلك قضية روهينيا، كذلك الإيغور في الصين. هذه كل النزاعات يعني تقريبا نقول إنها مهمشة من قبل الإعلام العالمي. مهمشة من قبل الإعلام العالمي، لأن الإعلام العالمي يسلط الضوء على القضية التي يريد أن تكون أساسا في المرحلة الحالية. نحن شهدنا تركيزا كبيرا على الموضوع الأوكراني على سبيل المثال بشكل كبير جدا وفي بفترة قياسية مقارنة بالأوضاع التي كانت في سوريا في عام 2011 إلى عام 2015، الفترة الأساسية للعمليات العسكرية. نجد أن الإعلام الغربي يركز على الأجندة الخاصة بكل إدارة، حتى في موضوع العراق والتغطية الإعلامية بموضوع العراق، دخل الإعلاميون على ظهور الدبابات أيضا ليصوروا كيف أن الجانب الأمريكي حسب قولهم أراد جلب الحرية وتحرير الشعب العراقي، متجاهلين المجازر الكبيرة التي ارتكبت أثناء القصف الأمريكي بداية الغزو وتبعات هذا الموضوع وما خلفه من حرب طائفية طويلة أودت بحياة ملايين، من أكثر من مليون عراقي حسب أقل التقديرات، وتفكيك بنية هذا المجتمع. إذن الإعلام يركز دائما على القضايا التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي إظهاره بأنها هي مصدر للخير وجلب
السعادة والحرية للشعوب، وعندما تريد تدمير صورة أي دولة كما يحدث الآن مع روسيا ما تحفظ تستغل الإعلام لتغيير تلك النظرة. ولكن طبعا بالغ الجانب الغربي في هذا الموضوع كثيرا. ما هي أبعاد هذه البؤر، بؤر التوتر؟ هناك من يقول هناك أبعاد اقتصادية، كذلك سياسية، حتى دينية. هذا تماما الأساس في كل الحروب التي جرت. هناك أسس اقتصادية لهذه المواضيع، نظرا لأن الغرب ينظر إلى مصالحه الاقتصادية بشكل أساسي ويريد تحقيق أكبر مكاسب من هذا الموضوع. غزو العراق ثبت أنه لم يكن بسبب إنتاج نظام صدام حسين السابق الراحل أسلحة كيماوية، وكان هناك كذبة كبيرة وخدعة كبيرة للعالم، لكن ثروات العراق الموجودة في هذه المنطقة كانت سببا أساسيا من أجل هذا الغزو. اللبوس الديني أحيانا لبعض الصراعات ومنح أيضا لبوسا دينيا هو يبدع به الغرب حقيقة، عندما قام بتصوير المسلمين على أنهم إرهابيون وقام بغزو أفغانستان، ولكن بعد 20 عاما اكتشفنا أن الأمور عادت إلى ما هي عليه، وحكم طالبان الذي أطيح به في عام 2001 أو 2002 بعد الغزو الأمريكي عاد مرة أخرى إلى حكم البلاد. إذن المصالح الجيوستراتيجية والمصالح الاقتصادية هي الأساس في هذه الحروب، وهي ما تسببت بكوارث للقارة الإفريقية. على سبيل المثال إبان الفترة الاستعمارية الكولونيالية لهذه القارة بحثا عن ثرواتها وعلى أنها مصدر للمواد الأولية الرخيصة وسوقا للبضائع، ولذلك لم تهتم الدول الاستعمارية بتنمية هذه المناطق، علما بأنها كانت تسمي على سبيل المثال احتلالها لسوريا على أنه انتداب فرنسي لسوريا. وفي الجزائر على سبيل المثال كان واضحا السياسات التي اتبعتها الحكومة الجزائرية في البلاد. كذلك سيدي الدكتور، بدون أن ننسى أن هذه البؤر التوتر وهذه النزاعات وحتى بالنسبة للحروب خلفت ملايين النازحين، ملايين اللاجئين، وحتى هم من سببوا ما هذا النوع من ما يصطلح عليه بالهجرة غير الشرعية، خاصة في إفريقيا، ممن يرغبون للبحث عن الأمن وكذلك السلام في أوروبا. يعني هناك قسمان على الأقل في هذا الموضوع. القسم الأول اللاجئون الذين يطلبون الأمان بسبب الأعمال العسكرية التي كان الغرب مساهما فيها وفي إذكاء هذه الصراعات، هذا من جانب. الجانب الآخر أعتقد بأن موضوع الهجرة وهو موضوع منفصل غير موضوع اللجوء، قام بسبب أيضا السياسات الغربية التي شجعت في كثير من الأحيان على الانقلابات العسكرية في البلدان، شريطة أن في بلدان إفريقية وفي بلدان آسيا، وحكم غير ديمقراطي شريطة أن تلبي مصالحها الاقتصادية والسياسية من دون الانتباه إلى أن هذه المجتمعات يمكن أن تسير ضمن خط يختار الديمقراطية المناسبة لكل بلد من البلدان. لذلك نجد أن السياسات الاستعمارية للغرب الآن بدأت تنعكس عليه بشكل أساسي وبشكل مباشر عبر موجات الهجرة التي يقول الأوروبيون بأنهم يكتوون منها، وهناك مشكلات كبيرة تتعلق في هذا الموضوع من دون الانتباه إلى أنهم هم من تسببوا في موجات الهجرة الكبيرة، نظرا لعدم وجود تنمية كبيرة في هذه البلدان، نظرا لانعدام الأفق الديمقراطي وانعدام الأفق من أجل حياة كريمة لملايين الناس. وهذا بالأساس تسببت به السياسات الغربية الاستعمارية في هذه المنطقة، ولاحقا دعم أنظمة غير ديمقراطية بمقابل الحصول على ثروات هذه البلدان. لازلنا نتحدث عن بؤر التوتر وكذلك النزاعات الداخلية. سيدي الدكتور، أكيد بما أننا نتحدث عن النزاعات الداخلية بأبعادها كلها سواء كانت اقتصادية أو جيوسياسية، لا يمكن أن نتجاوز الحرب بالوكالة مثلما تشهده أو شهدته ليبيا سابقا.
نعم، هذا ايضا موضوع القوى الكبرى عندما تتصارع فيما بينها من اجل فرض نفوذها على منطقه، فانها بدات تلجا الى موضوع الحرب بالوكاله في عدد من البلدان عبر ارسال مرتزقه من هذا الطرف او ذاك، او عبر محاربه بعضها الاخر ومحاوله كسر طموح بعض الدول للأخرى عبر الصراع في أرض محايدة بعيدة من دون أن توقع أي خسائر بالطرفين المتقاتلين، وفي المقابل فإنها تدمر البنى التحتية لهذه البلدة. ثالثا، ما شهدناه في ليبيا هو كان صراع بين الجانب بين عدة جوانب، بين تركيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، وكلهم طامع في ثروات ليبيا الأساسية، وطامع بوجود وجود ارتكاز جيو سياسي ربما في هذه المنطقة المهمة في جنوب القارة الأفريقية. دائما وأبدا هناك صراعات بالوكالة موجودة في اليمن، للأسف موجودة في العراق، وحتى في سوريا هناك صراعات موجودة بالوكالة. هل يمكن اعتبار فقط الحرب في أوكرانيا ودعم الغرب لأوكرانيا بالحرب بالوكالة لعدم قدرة الغرب في مواجهة عسكرية مع روسيا؟ أعتقد بأن الغرب لا يريد مواجهة عسكرية مع روسيا بشكل أساسي، وهذا موضوع كان قد عبر عنه الجانب الأمريكي، والمسؤولون الأمريكيون والأوروبيون قالوا أكثر من 125 مرة في الشهر الماضي بأنهم لا يريدون مواجهة مباشرة. لكن عندما نرى كل الإمكانيات وكذلك الأموال التي تقدم لأوكرانيا في مجابهة روسيا، ألا تعتبر هذه حرب الوكالة؟ تماما، لكن أعتقد بأن الجانب الغربي راهن على موضوع أساسي، وهو أنه إذا لم يرد القيام بعملية عسكرية يمكن أن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، فإنه قام بالمقابل بدعم القوات الأوكرانية وتزويدها بأنواع متقدمة من الأسلحة من أجل رفع الكلفة البشرية ورفع الخسائر الروسية إلى أكبر قدر ممكن، وهزيمة روسيا ربما إن صح القول كما يريدون في أوكرانيا. هذا كان له أثر واضح في تعطيل تقدم القوات الروسية في الشهر الأخير وعدم إنجاز كثيرا من المهمات الموكلة لها واستمرار المعارك في أكثر من منطقة. الصراع بين أوكرانيا حقيقة يعني يرتكز على أن موقع أوكرانيا المهم استراتيجيا بالنسبة لروسيا والغرب، جعلها ضحية لهذا الصراع الجديد، وهو موجة من موجات صراع متواصلة منذ قرون نظرا لموقعها الجغرافي بين روسيا والإمبراطوريات القديمة في أوروبا، ما كلف كثيرا الشعب الأوكراني، واليوم أيضا ربما يكون الخاسر الأكبر هو أوكرانيا مع تدمير البنى التحتية في هذا البلد وعدم وجود أجواء مستقرة بشكل أساسي، علما بأن الجانبين الروسي والغربي في السنوات الثلاثين الأخيرة سعوا إلى إصلاح مندوبين إلى الحكم يكون مقربا إلى هذا الطرف أو ذاك، عندما دعمت روسيا مجموعة من السياسيين، وفي المقابل الغرب دعم مجموعة من السياسيين على حساب برامج التنمية في أوكرانيا وعلى حساب إمكانية بناء مؤسسات دولة قوية في أوكرانيا تكون قادرة على العيش وتحقيق الرفاهية لمواطنيها بما تملكه من ثروات زراعية وباطنية كبيرة وموقع مهم. لكن للأسف هذه الحرب المتواصلة من أجل السيطرة على أوكرانيا حرمت الأوكرانيين من كثير من إمكانية التقدم وبناء مؤسسات دولة قوية. أن نرى كل هذا الدعم من الغرب سيدي في أوكرانيا، يحاولون مساعدة أوكرانيا بهذه الحجة، لكن ما دور هيئة الأمم المتحدة؟ ليس من المفروض هي من تتدخل لفض هذا النزاع في أوكرانيا؟ لا أعتقد بأن هناك إمكانية لفض هذا النزاع عبر الوكالات الأممية. لما؟ سواء كان يعني هناك أطراف مهيمنة على القرار، إذا كان هناك توجه من أجل إدانة روسيا فروسيا يمكن أن تشهر الفيتو في مجلس الأمن، وفي المقابل إذا كان هناك إمكانية للتقدم في هذا الموضوع لا تناسب الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا يمكن أن تشهر حق الفيتو. المنظومة الدولية المبنية حاليا هي منظومة
بالية ربما أسست على أساس المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، باتت منذ فترة طويلة بحاجة إلى تعديلات من أجل أن تكون أكثر عدلا وأكثر تمثيلا للعالم في هذه الفترة، ومن ناحية أخرى تمكينها بوسائل قادرة على تحقيق أهدافها وعلى تحقيق على تنفيذ قراراتها، هذه القرارات التي لم ينفذ كثيرا منها للأسف. وأخيرا فإن هناك بعض الأطراف بحق القوة يمكن أن تخرق جميع القرارات الدولية، ووجدنا أن هناك أن قرار غزو العراق وغيرها قد جرى من دون تفويض أممي واضح بدخول هذا البلد. كل طرف يكون قويا وقادرا على تحقيق أهدافه لا يكترث إلى القرارات الدولية ولا يكترث لتقوية المؤسسات الدولية للأسف. هنالك سيدي الدكتور كذلك من يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال خلقها لبؤرات توتر مثل ما سجلناه في فيتنام، كذلك بالنسبة لأفغانستان وكذلك حتى بالنسبة في العراق، هو محاولة لتخفيف الضغط الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذه المقولة صحيحة؟ الجانب الأمريكي يبحث الاحتكارات الأمريكية الأساسية تبحث عن مكاسب في الحروب دائما وأبدا. هناك قضايا تتعلق ببحث عن فرص اقتصادية جديدة، على سبيل المثال في عام 1991 إثر سيطرة العراق على الكويت، وعندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية شكلت تحالفا دوليا من أكثر من 34 دولة من أجل إخراج العراق من الكويت، فإنها استفادت ماديا بأكثر من 500 مليار دولار، وزادت من حجم مبيعاتها الدفاعية، وباتت مسيطرة على منطقة الخليج العربي، ونشرت قواعد عسكرية، وأجبرت بعض الأطراف على شراء أسلحة. هذا من جانب الشركات الاحتكارية دائما وأبدا تستفيد من هذا الموضوع. ثانيا، عندما تتأزم الأوضاع الاقتصادية في العالم فإن كثيرا من الدول تجد بأن المخرج الأساسي هو الهروب إلى الأمام بافتعال حروب خارجية وأعداء خارجيين من أجل تثبيت نظام حكمهم، ومن أجل حلحلة بعض القضايا الداخلية والخلافات الداخلية والمشكلات الاقتصادية. حوصلة القول هي المصالح من تتحكم في هذه بؤر التوتر. الدكتور سامر إلياس المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الدنمارك، نشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمته لنا.